أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم في درس جديد من دروس العمارة الرقمية في برنامج أرشيكاد. الدرس الماضي تعرفنا على مبادئ خيارات الموجودة في رسم البلانونج فيركتسويج، واليوم حناخد في التفصيل درس أو عفوا فاند فيركتسويج. هنشوف نركز على الخيارات الأولى في رسم الفاند أو الجدار، ونشوف كيف ممكن نتحكم بسماكته وارتفاعاته لرسم جدار 3D بشكل صحيح في أرشيكاد. هنرجع نشتغل على نفس ملفنا ونرسم جدار. طبعا المهم بأرشيكاد برسم الجدران، اذا انا اخترت جدار هيعطيني خيارات افتراضية باني ممكن فورا ابدأ الرسم. اكيد كثير منكم جرب ولازم يجرب حتى يتعلم بشكل تفاعلي في أرشيكاد، وهشوف اني ممكن بضغطة واحدة ابدأ ارسم جدار معين. حاليا خليني اخلي الجدار بسيط، هرجع نشوف الخيارات. هاي كان عندي هذا الجدار، بديت ارسم، اعطاني من خط واحد بتعطاني شكل الجدار كيف حيكون. ممكن ارسم على زاوية 90 او 0 وارسم لي جدار بشكل مباشر. اذا رحت لل 3D او ضغطت Shift 3 ومشلت غاية، حيغير لي الشكل لل 3D، وممكن اشوف هل الجدار فعلا انا رسمته بشكل 3D من استخدام نقطتين بس. ففي عندي معلومة السماكة، معلومة الارتفاع، معلومة حتى الماتيريال أخذها أرشيكاد بشكل افتراضي. طيب إيش هي المعلومات هي الموجودة؟ أنا ممكن أختار الجدار وأدخل على خياراته، بهالشي هيتعدل على الجدار نفسه. وأهم شي في الجدار أنا عندي ارتفاع، إنه كثير مننا برسم الجدار على الجروند ريس بشكل 2D لكن ما بياخذ في الحسبان الارتفاع عنده كيف. فأنا بهمني الارتفاع، إذا ضغطت على الخيارات رجعت رسمت جدار جديد، حشوف عندي الارتفاع دايما في شيء اسمه الأوش بغونكيشوس، اللي هو الطابق أو أيوه الطابق اللي حيبدأ حيكون تابع له الجدار. فهون بشوف أنا في الأرض كيشوس، فهو أعطاني إنه الأرض كيشوس حيكون الجدار تابع الأرض كيشوس هو الأكتويل، أنا الجدار أنا الطابق اللي أنا فيه. إذا كنت في الطابق الأول وبرسم جدار هيعطيني بشكل افتراضي إن أنا بالأرث أوبر كيشوس هو الأكتويل. ممكن واحد يغير رسم جدار من غير مكان لغير مكان، لكن دايما في العادة نرسم جدار في الطابق اللي احنا فيه. في اول شيء عندي مهم الأورش بونجيشوس اللي هو التحت. بعدين في عندي خيار بلي نسبة او المسميه الانتر كنت للجدار التحت، يعني الضلع التحتاني من الجدار هو تابع للأورش بونجيشوس، هل حيكون صفر مع تماما مع الطابق ماشي، ولا يكون حيمرتفع مثلا بعشرين او عشرة سنتي، او حيكون بالسالب بالنسبة للطابق اللي هو الواقع فيه الجدار. فالشي كمان مهم كثير، إذا شفنا في المقطع عندي بلاحظ إن أنا مثلا جدار مرسوم دايما مع البيتون، خاصة جدار بيتوني حيكون مرتبط مع البلاطة البيتونية. وإذا شفت عندي الجدار أو عفوا الطابق 0-0 والأركيشوس، بلاحظ إنه مرسوم بحيث يكون الأوبر كانتيفيرت إشبوس بودن هي 0-0، ومسميها الارتفاع الصافي للطابق اللي هو جاي من النقطة النهائية للطابق أو الفينيشنج النهائي، هو مثلا بالعادة بلاط. فهون عند 0-0 جاي على البلاط، فلهيك لما برسم جداري في هالمشروع بالذات بنزل 10 سنتيمتر لحتى أوصل للبيتون. فهيك يكون ارتفاع جداري من السالب 10 بالنسبة للطابق الأردكيشوس، ومرتفع كمان لحد ما أوصل للطابق الثاني أو للطابق الأول عفوا، ويكون كمان سالب 10 عن الطابق الأول. لهيك حتى الجدار اللي بعده يكون كمان من سالب للسالب. وهيك بكون رسم الجدار صحيح بالنسبة لهالمشروع. أكيد كل مشروع ممكن يختلف عن الثاني بالسماكات والارتفاعات، لكن هون عندي حتى أوصل للبيتون يكون من سالب 10 لسالب 10 من الطابق الثاني. فجيت رجعت للخيارات ولاحظ فعلا من سالب 10 الطابق هاد مرتبط بعدين في الكنوبتمت إيرتوبر كيشوس اللي هو أوشبون كيشوس زائد واحد، يعني إيرت كيشوس زائد واحد هو إيرتوبر كيشوس. بالأخير أعطاني في ارتباط. فأنا هالارتباط شفناه في الدرس السابق، إذا أنا غيرت ارتفاع الطوابق، أنا حبيت يكون ارتفاع 4 متر بدل 3 متر، الدرج عندي حيخرب ما في مشكلة، لكن حشوف الجدران ارتفعت مع بعض بشكل صحيح بشكل بارامتري. فهالشي دايما موجود في أرشيكاد، بسهل علي عمليات التعديل لو استخدمته بطريقة صحيحة. لكن غيرت 3 متر، رجع مثل ما كان،
وإذا اخترت الجدار في المقطع ممكن كمان أرجع أشوف خياراته. فإذا كان عندي مثلا هون الجدار من صفر ماشي، هي يبدأ من هون، وهذا غلط، لازم يبدأ دايما من سالب 10 بمشروعي هاد، مو دايما. في مشروعي أنا عندي ارتفاع سماكة البودن أوف باو طبقات البلاطة اللي فوق البيتون 10 سنتيمتر. كمان نفس الشي لو أنا خليته مثلا يجي من صفر ممكن معناتها يطلع على الجدار الثاني، لكن لما حطه واحد سالب 20 سنتي هيجي بصير عندي شوية مشاكل، رسم غير نظيف في المشروع، مع انه في الجروندريس ما حيبين هالشي، لكن في 3D وفي المقاطع حتبين هالمشاكل بشكل سريع. لهيك دايما رسم في أرشيكاد او اي برنامج بيم دايما واحد لازم يهتم ويطلع انه ما بس برسم بمسقطي بشكل صحيح، لكن يشوف المقاطع ال3D وغيرها من النوافذ اللي تعطيني مظاهر اكثر او اظهار اكثر للمشروع. طيب نرجع لجدارنا اللي احنا عم نرسمه، عرفنا حاليا عن الطوابق. ضل شغلة أخيرا عندي الارتفاع بالنسبة للصفر صفر الخاص بالمشروع اللي هو بالعادة من الطابق الأرضي. دايما في أي مكان إذا أنا برسم أي طابق حيعطيني يرجع لي الارتفاع للطابق للصفر صفر الخاص بالمشروع، هو الشيء اللي واحد ممكن يساعده بحيث يعرف وين الارتفاع الموجود حاليا فيه. لكن المهم دايما الطوابق ونربط فيها. إذا حبيت أرسم جدار غير مربوط في طابق علوي بحط نشت في الكنفت وبعطي ارتفاع للجدار بشكل ثابت. هيك نكون خلصنا الارتفاعات. نجي بعدين للسماكة والماتيريال. بشوف انا عندي هون بالجزء اليمين عندي الاستركتور، ففي انفخ، في ميرششت، وفي كومبلكس بروفايل بروفيل او كومبلكس بروفايل. فعندي الانفخ معناتها حيكون عبارة عن ماتيريال، مثل هون رسمت شتال بيتون، ممكن ارسم مثلا ماور فيرك كالك زندشتاين عبارة عن طوب. فهون تغيرت لي الهاتش، مع انه ما كان زاوية صحيحة لازم كمان اعرف الزاوية. مهم غير لي الهاتش ورحت على 3D هشوف فعلا حتى غير لي التكستشر او التكستور، فشوف ان تغيرت بالنسبة للماتيريال. فعندي دايما الماتيريال او البوشتوف ممكن نسميها ارشيكات في مجموعة كبيرة من بوشتوف ممكن نضيف عليها، هنشوف بعدين كيف. هتغير لي دايما الشرفور او الهاتش، هتغير لي كمان التكستشر او التكستور. شوفنا نحن بنعرف انه بالموديل ممكن واحد بعدين يتحكم في التكستشر بشكل منفصل، لكن حنشوفها بعدين. طيب الخيار الثاني، حابب ارسم جدار ممكن ارسم جدران مثلا التروكن باو او الجيكا فيندن اللي بتكون جبس كرتون مكون من اكثر من لاير او طبقه. فهالشي بشوفه بالميرششت. بالميرششت بشوف في عندي خيارات كثيره، منها مثلا الجيكا 10 سنتيمتر. هون رسمت جدار جبس كرتون مكون من أكثر من ماتيريال، وهالشي نفسه بنطبع على الجدران مثلا الخارجية اللي فيه معها عازل. طب إيش الاختلاف بينه وبين اخترت مثلا جدران مع عازل؟ بلاحظ هون في عندي السماكة، السماكة ممكن أتحكم فيها إذا اخترت ميرشيش تيكس باوتايل. إني أرسم الميرشيش تيكس باوتايل رسمه بشكل صحيح، وكمان على 3D بشوف فعلا مكونين من أكثر من ماتيريال مرتبهم بشكل صح. طيب كيف انا ممكن اتحكم بالسماكة؟ اذا كان عندي انا انفخ حيكون عندي السماكة جاهزة، عفوا مو جاهزة، ممكن اتحكم فيها، اتحكم 20 او 30 مثلا ارسم الجدار اللي انا حابب ارسمه. عفوا ما تغير انفخ 30 تغير بنفس الطريقة. ممكن اعدل على الجدران اذا اخترتها واضغط على خيارات وعدل السماكة من 60، شوف السماكة سمكت أكثر. ودايما عندي من الخط الأزرق وخط الرسم والسماكة بتروح على الجهة الثانية، هنشوف كيف نغيرها بعد شوي. لكن نكمل في القوائم. فوق شفنا عندي الأنفخ تحكم بسماكته بشكل بسيط، الميرشيش تيكس صعب تحكم بسماكته، لازم أغير في تركيبة الطبقات الموجودة في الجدار، وهي حنشوفها في درس منفصل كيف ممكن أعدل وأضيف تركيبات جدران عندي. والاخير هو الكومبلكس بروفيل اللي هو بكون مو بس عبارة عن اكثر من ماتيريال وطبقات، لا بكون عبارة عن مقطع خاص حينسحب على كل الجدار بشكل كامل. فمثلا مثل عندي الاتيكال رسمتها باستخدام هالطريقة، هو شوف بحس ان اغير السماكة كمان، لكن في خيارات جديدة وبرامترية منضافة من ارشيكات 22 هنشوفها لما نتعلم عنها على الكومبلكس بروفيل او البروفايل. فاذا اخترت مثلا اي كومبلكس بروفايل مثلا كيلر فاند لما حرسمه
هيكون حتى في المسقط أكثر من طبقة، وفي ال 3D هيكون جدار غير مستوي وفي سكشن خاص فيه مسحوب بطريقة معينة. هيك صار خلصنا أنواع الجدران بشكل بسيط. نرجع للجدار الأنفخ ونشوف فيه خيارات ثانية اللي هي يا إما بسماكة أو بسماكتين، ممكن يبدأ بسماكة معينة وينتهي بسماكة أخرى. شوف كيف أعطاني هيك جدار مايل. أو الخيار إنه تكون عبارة عن بوليجون، فالبوليجون هرسمه بشكل بسيط وسكره هيعطيني جدار كتلة من البيتون أو من أي مادة اخترتها ويرفعها على اكسترود على جهة زد. وهالشي ممكن واحد يختاره من الخيارين الموجودين هون. نرجعنا لخيارات الرسم، أنا عندي دايما برسم جدار مثلا مستوي بالخيار هذا، نقطة نقطة ثانية وخلص الرسم. لكن ممكن نسمك الجدار شوي، ممكن إني أرسم بشكل سريع أكثر من نقطة، فحيستمر الرسم حتى أضغط ضغطتين على آخر نقطة. هيك رسم لي إياهم بشكل مباشر. أو ممكن أرسم جدار دائري محدد ارتفاعه. بس بنصح دايما الأول فترة بشكة تستعملوا الخيارات الموجودة هون وتشوفوا كيف تأثيرها على الرسم، تعلموا الرسم في أرشيكات. ممكن أضغط ضغط مطول وأشوف الخيارات الكثيرة. ممكن رسم مربع بشكل سريع، مربع وعطاني الجدران بالشكل المطلوب. تمام. طيب خلصنا نحن الخيارات الأساسية، نضل عندي بس الميلان. ممكن أضيف ميلان للجدار يكون جدار مايل، يرجع الجدار عادي 3D. شوف كيف جدار مايل بزاوية معينة، ممكن دايما أختاره حتى في 3D وأغير الميلان وأشوف حتى في المسقط بيرسم ليها بشكل صح. أو ممكن كمان أعمل ميلان من جهتين يكون مثلا بشكل هرم أو هرم مقلوب كمان. وهيك يكون أغلب إمكانيات رسم الجدران موجودة في أرشيكاد فعليا. ضل عندي شيء أخير مهم نركز عليه هو الريفرنس لينيا. ما شفنا الخط الأزرق هذا اللي برسمه بتحكم لي وين أنا الجدار حيكون موجود، لكن كيف أتحكم بمكان الأوفسيت اللي بصير؟ فهو موجود في الريفرنس لينيا اللي هي نفسها موجودة هون. أنا ممكن أتحكم هل هو ناخ أوسن مثلا هون لفوق أو سنتر أو إنن. وهالشي كمان بالسي، ممكن أضغط سي هيغير لي إياهم. وحتى لو كنت برسم ضغط سي يرجع يتحكم لي وأعرف أرسم صح. معرفة أرشيكات دايما بوصل الجدران بطريقة صحيحة طالما أنه الريفرنس ليني موصول صحيح. إذا كان ريفرنس ليني غير موصول بشكل صح هيعطيني مشاكل ويبدأ الجدار يقطع. فهون لازم ريفرنس ليني يسكر مع بعض ويسكر لي الجدار بشكل صح. طيب في عندي كمان آخر خيار بالريفرنس ليني اللي هو الأوفست معين. ممكن واحد يعمل أنه عبارة عن 5 سنتيمتر عن الجدار يكون في الأوفست. بالنسبة للكومبلكس أو عفوا الميرش كيس باوتايل، مثلا هنرسم مثل الأوسن فاند، مثل هذا مثلا جدار مع عزل. لاحظ كيف انه حتى كل الطبقات الخاصة في الجدار انرسمت بشكل صح، وحتى مهما كانت الزاوية مثل ما بشوف عندي في الجدران الخارجية. طب هون اذا مسكت جدار وعملت سي، انا حابب يكون الديمونج للعكس او يكون الجدار السميك للطرف الثاني. فإذا مسكت جدار واحد وعملت سي، بلاحظ هو بس بتحكم لي بالريفرنس مكان الريفرنس. زاد على الأوسن والإنن والسنتريت خيارات الكيرن. أنا عندي الكيرن هي عبارة عن البيتون الحامل، فهون ممكن أحدد ريفرنس لين يكون من جهة ومن جهات الكيرن أو من سنتر أو الكيرن متى. بعدهم كيرن إنن سنتريت هون، أو في كيرن أوسن جاء على البيتون، أو سنتريت أو كيرن متى. طب انا كيف ممكن اقلب الجدار كامل؟ حاب يكون ديمونج جهة الثانية او البيتون لتحت جوا. فيها الخيار لاجي شبيجل، لاجي ريفرنسين شبيجل. هون شوف كيف عكس الجدار كله، بس هون صار الديمونج ملتقى او العزل ملتقى مع العزل هذا، انه البيتون عندي اقوى سكر عليه. فهون لازم اعكس كل الجدار، ممكن احددهم كلهم واعكس الموضوع كله. وهيك ممكن اعمل سي اذا حاب يرجع، وهيك صار عندي جهة العزل موجودة بالمكان الصح. دايما مهم مثل ما حكينا دايما ريفرنس لين يكونوا موصلين مع بعض حتى يوصل لي جدار صح.
مهم كمان دايما الارتفاعات، لأن لو دايما برسم في المسقط ما حشوف ارتفاعات بشكل صحيح. ومهم شغلة أخيرة في الارتفاعات، أنا دايما بشكل يفضل كمعماري يكون عندي 0-0 جاي من ديرت كيشوس الفيرتش فوس بودن. عندي دايما الطبقة النهائية للبلاطة اللي بعد الحامل يكون مثلا التبليط هي 0-0 حتى يعطيني ارتفاعات صح كمعماري. لكن في بعض مثل المهندسين الآخرين مثل الإنشائي أو المدني يفضل يكون 0-0 من البيتون. لكن احنا دايما لما نشتغل في مشروعنا الأرشيكا لما نعمل نيو أو نويدا تايب بسألني في أو مثلا في 2 فورلاجة، واحدة منهم تبدأ من أوبر كانتي فيرتش فوس بودن اللي هو عندي مثل هون، أو الأوبر كانتي تكون روديكا للجيشوس، فهم بتكون للبيتون. نحن دايما نفضل نختار الأوبر كانتي فيرتش فوس بودن لما نبدأ مشاريعنا المعمارية، إلا إذا كان اضطرينا وجانا مشروع مثلا جاهز مرسوم أو في مثلا مشروع معين فضلوا تكون الأوبر كانتي للروديكا تحدد لي تكون 0-0. دايما لما واحد يبدأ مشروع جديد أرشيكات حيسأله أو عفوا حيعطيه معلومات يوضح له كيف الرسم بهالفورلاج الموجودة، ويقول له مثلا عندي الأرض كيشوس بادي من الفيرتش فوس بودن من الطبقة النهائية للبلاطة، كمان الكيشوس الثانيين. وهون كمان رسم مهم الواحد يشوفه انه عندي الجدران دايما برسمها تابعة للأرض كيشوس. مثلا بقول لك الأوسن فاند من أوبر كانتي روديكا لأوبر كانتي روديكا، شايفين كيف مرسوم الجدار. وعندي البلاطات دايما بتتبع الجدار للطابق اللي فوقه، فعندي البلاطة تبع الطابق الأرضي اللي هي تحت طابق يجي هورتس ومكيشوس إيرد كيشوس، فأنا دايما برسم الجدار والبلاطات اللي تحته. في الطابق اللي فوقه برسم جدار خاص فيه والبلاطة اللي تحته. هل شيء حنشوف كيف رسم البلاطات في الدرس القادم، لكن مهم دايما نشوف هالريفرنس اللي بيعطيني اياه ارشيكاد نشتغل عليه حتى بالنهاية اصدر ملف IFC صحيح لبقية المهندسين ويكون المعلومات عندي موجودة بشكل صحيح. مهم جدا دايما الواحد ينتبه على الرسم في 3D في الارتفاعات، لانه دايما في مثل ما شفنا في الكونترس في البلانات صعب الواحد يشوف الارتفاعات، لازم دايما اتنقل بين الشنت او الدايدا موديل واشوف انا كيف الرسم عندي عم بيصير. من اليوم كان درس بسيط واستفدتوا منه، شوفكم في الدرس القادم نبدأ نرسم مبنى الخاص فينا بعد ما نتعلم على رسم البلاطات ونبدأ نكون مبنانا البسيط من الأرشيكات. تابعونا في الدرس القادم، شوفكم ان شاء الله قريبا.